سؤال محرج لسيدات المغرب. الفيفا تتدخل وبي بي سي تعتذر. سيدات المغرب حققن إنجازاً تاريخي بالتأهل لكأس العالم للسيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية. وقبل أول مباراة لسيدات المغرب أمام ألمانيا، سأل صحفي بي بي سي سؤال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة للاعبة منتخب المغرب: هل هناك أي لاعبة مثلية في منتخب المغرب للسيدات؟ وكيف هي الحياة في بلادهن؟ السؤال كان مفاجئ سواء للاعبة منتخب المغرب أو المدرب الفرنسي رينالد بيدروس. مسؤول الفيفا منظم المؤتمر رد على سؤال المراسل وطلبه بالالتزام بالأسئلة المتعلقة بكرة القدم بس، وإن ده سؤال سياسي. بس المراسل أصر على السؤال وقال إن ده مش سؤال سياسي، ده سؤال متعلق بالناس. بي بي سي بعدها نزلت اعتذار واعترفت إن السؤال كان غير لائق. المنتخب المغربي في الظهور العربي الأول في تاريخ كأس العالم للسيدات خسر بسداسية أمام ألمانيا في المجموعة اللي بتضم كولومبيا وكوريا الجنوبية.